تضمن هذا الموكب نصب ويتزين طريق يا حسين بصور شهداء الحشد الشعبي الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والمقدسات. عوائل الشهداء اليوم استذكرت شهدائها من خلال المسير في طريق أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة إلى ذلك توزيع صور القادة الشهداء الذين كان لهم الدور الكبير في تأمين في تحرير العراق من داعش. إلى شرف النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. فاحنا اليوم نتفاجئ خصوصا هاي السنه، طبعا هاي السنه فيها اختلاف كثير، وخاصه يعني المواكب، بس هذا موكب اللواء 23، موكب الشهداء صراحه موكب جيد جدا، ويساعد الزوار يقومون باطعامهم من ملبس وبيت وماكل، وكل اللي يحتاجه الزائر موجود ان شاء الله هنا طوال الشارع، يعني من نقول من حدود ديالى الى بغداد، من ايران منفذ المنذريه دا يجي الزائر الى يدخل بغداد، فكل شيء موجود له، متوفر كل شيء، ملبس والماكل والمشرب والمبيت، والحمد لله هاي السنه تختلف اختلاف كثير لانه الخدمات فيها كلش واسعه.